أعلنت قوات تيغراي وأوروم السيطرة على مدينتين رئيسيتين تقعان على طريق رئيسي مؤدي للعاصمة أديس أبابا. أشارت جبهة تحرير تيغراي إلى أن قوات الجيش الإثيوبي انسحبت أمام تقدمهم في إقليم أمهرة، ما أدى إلى إحكام سيطرتهم على بلدة ديسي الاستراتيجية. أمرت حكومة إقليم أمهرة كل المؤسسات الحكومية بوقف أنشطتها المعتادة وتوجيه ميزانياتها وكل مواردها إلى الجبهة القتالية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية الأستاذة هند الضوي. أستاذة هند، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. استمرار القتال والحصار لإقليم تيغراي إلى أي مدى يطيل من أمد هذه الأزمة ويفاقم أيضا الأزمة الإنسانية في الإقليم؟ ومن خلال متابعة حضرتك لما يحدث في تيغراي، هل ثمت حلول أو اتفاقات من الممكن التوصل إليها بشروط غير مسبوقة على حد قول أنتوني بلينكن؟ أولاً، فكرة أن يكون هناك اتفاق أو توافق بدون شروط مسبقة هذا الأمر مستبعد جداً، لأن السياسات التي اتخذها أبي أحمد منذ صعوده على رأس الحكم في إثيوبيا كان الهدف منها تعزيز حدة القتال الداخلي أو القتال وزيادة النعرات العرقية، لأن السياسة إثيوبيا عموما تعتمد على فكرة الموائمات ما بين القبائل الكبيرة. في أحمد قام باستبعاد الكثير من القبائل المهمة والمسيطرة لعقود على الحكم أو المشاركة في الحكم في إثيوبيا، منهم تيغراي على سبيل المثال، وبالتالي هذا الأمر أدى للوضع الحالي من اقتتال داخلي، من زيادة حدة التوتر، من تحويل الصراع من صراع على الحكم إلى صراع ما بين الأقاليم والعرقيات المختلفة. ولذلك لا أعتقد أن هناك حلول يعني في الأمد القريب لأزمة تيغراي، لأن تيغراي تتقدم على الأرض وبالتالي تحصل على كثير من التعزيزات والإمدادات من المدن التي تسيطر عليها، بالإضافة أيضا إلى أن أبي أحمد مستمر في العناد السياسي. طيب، في الداخل. أستاذة هند، عايزة أقف مع حضرتك عند ربما رأيك في أن لن يكون هنالك حلول في الأمد القريب لما يحدث في تيغراي، حتى مع إعراب واشنطن دائما عن قلقها إذا ما يحدث في تيغراي. يعني يمكن تابعنا اليوم هذه التصريحات لأنتوني بلينكن، منذ يومين أيضا صدرت تصريحات من واشنطن أعربت فيها عن قلقها إذا ما يحدث في تيغراي. هل من الممكن أن يكون لواشنطن أو الولايات المتحدة أي دور في حلحلة هذه الأزمة في تيغراي، أو هل من الممكن أن تكون انفراجة هذه الأزمة على يد الولايات المتحدة؟ أنا أتوقع أن الولايات المتحدة لم تنغمس بشكل أكبر في الصراع داخل إفريقيا أو حتى في الشرق الأوسط، لأن استراتيجية جو بايدن الجديدة تركز على المنطقة بين المحيطين والاستدارة نحو آسيا، وهذا أعلنته الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي تأثيرتها أو تركيزاتها في منطقتي يعني أو ساحتين الشرق الأوسطية والإفريقية لن تكون كما كانت في السابق، وهذا الأمر أيضا بالمناسبة يعلمه أطراف الصراع في إثيوبيا، ولذلك بدأوا في التواصل مع قوى كبرى أخرى لحماية أنفسهم من الحرب والوصول إلى نقاط يمكن التفاوض من خلالها، أي أن تيغراي يسعى إلى يعني زيادة الارتكاز على الأرض من أجل مناورة أبي أحمد. أبي أحمد يرى في استمرار الحرب يعني شرعية له، يعني يمد بشرعية البقاء، وبالتالي الصراع يعني قابل للاتساع ليس للمحدودية أو حتى عقد اتفاق يمكن أن يهدئ الأزمة، ولكن الأزمة الحقيقية فعلا في فكرة أن هناك 400 ألف مواطن معرضين بالفعل لمجاعة، فكرة أن يكون هناك حملات نزوح جديدة للمناطق المجاورة، ما يعرض المنطقة بأكملها في المحيط الإفريقي لأزمات جديدة ليس محلها الآن، خاصة بسبب الصراع ما بين القوى الدولية على النفوذ، ولذلك أعتقد أن الأمر يصعب احتوائه في المرحلة الحالية، وربما يكون هناك أقاليم أخرى تتخذ نفس مسار تيغراي تجاه سياسات أبي أحمد يعني المنفرة، والتي أدت لإشعال الوضع في الداخل الإثيوبي وربما حتى مع بعض الدول الجوار. نعم، يعني أنا بتفق مع حضرتك، وتبقى الأزمة الإنسانية في تيغراي هي صاحبة الصوت الأعلى في هذه الأزمة. على كل حال، أستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.